الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتعرف على تيست مود او نظام الاختبار الذاتي للمغسله الهوفر 9 كيلو. اول حاجه هضغط على اول زرار من على الشمال، وبعد كده اضغط على زرار الباور، هلاقي الشاشه بتاعتي كلها نورت بالمنظر ده. هشيل ايدي من على الزرار الاخير واضغط على زرار التشغيل. هبدا ابص، هلاقي الميه بدات تخش في غرفه الغسيل التمهيدي في البدايه. تاخد ميه في غرفه الغسيل الرئيسي. في نفس الوقت الحله بدات تلف الغسيل. بدات الميه تخش في غرفه المعطر او المناعم. كده بدأت الترومبة تشتغل. بدأت الغسالة تخش دوران سريع. بدأ مروحة المجفف تشتغل زي ما احنا شايفين، وفي نفس الوقت الهيتر بتاع المجفف يشتغل. اقدر اتعرف على ان الهيتر اشتغل او ما اشتغلش من خلال بنسة امبير على كابل الباور. وبكده يكون التيست مود انتهى. هلاقي عندي فلاش في الشاشه، ده بيقول لي اني ما عنديش اي عطل في الغساله. لو في اي عطل هيظهر لي كود عطل على الشاشه. وبكده يكون انتهى نظام الاختبار الذاتي او التيست مود. شكرا.